اخبركم شيئا واحدا في تصريحات تؤشر لتزايد حاله الانقسام في المشهد السياسي العراقي اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان بغداد باتت اسيره للفساد والتبعيه والتدخلات الخارجيه متمنيا ان يصبح العراق موحدا وحرا ومستقلا بين الامم انهم يستهدفون الشعب تاتي تصريحات الصدر بعد اسابيع من دعوته اعضاء كتلته النيابيه للانسحاب من البرلمان عقب فشل الاتفاق على تشكيل حكومه وطنيه وما تبع ذلك من تبدل خريطه البرلمان وتغيير احجام بعض الكتل وتحديدا الشيعيه منها في المقابل قال عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية إن العملية السياسية في العراق في حاجة إلى إصلاح شامل، وإلا سيواجه النظام السياسي القائم منزلقات خطيرة لن يسلم منها أحد. و... أصبحة الصدر وعمار الحكيم تأتي بالتزامن مع ما يثار حول وجود حالة من الجمود بشأن تفاهمات تشكيل الحكومة داخل الإطار التنسيقي صاحب أكبر كتلة في البرلمان حاليا. ما يؤشر الى ان الازمه ربما تطول في ظل غياب التوافق حول اسم المرشح لرئاسه الحكومه ورغم مرور اكثر من ثلاثه اسابيع على قرار انسحاب التيار الصدري من البرلمان لا يزال ملف تشكيل الحكومه العراقيه مراوحا مكانه حيث لم تعقد قوى الاطار التنسيقي اي لقاءات رسميه او غير رسميه مع الكتلتين الرئيسيتين للعرب السنه والاكراد في العراق